بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 193. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام الحدود في الإسلام تتميماً لما سبق الحديث فيه من ذلك. وكنا في الحلقة السابقة نتحدث عن شروط وجوب إقامة الحد في الزنا، وقد ضاق الوقت قبل استكمالها، فليكن ذلك موضوع حديثنا الآن، فنقول وبالله التوفيق. من شروط وجوب إقامة الحد على الزاني ثبوت وقوع الزنا منه، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به 4 مرات، وذلك لحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه، فإنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، الأولى ثم الثانية ورده حتى أكمل 4 مرات، فلو كان ما دونها يكفي لأقام الحد عليه به. ويشترط لصحة الإقرار بالزنا أن يصرح بحقيقة الوطئ، وأن لا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد، فلو لم يصرح بذكر حقيقة الزنا احتمل أنه أراد غيره، مما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه حينما أقر عنده: لعلك قبلت أو غمزت؟ قال: لا. وكرر معه صلى الله عليه وسلم الاستيضاح حتى زالت كل الاحتمالات. ولو رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه لم يقم عليه، وذلك لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما هرب: فهلا تركتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه. الأمر الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد به عليه 4، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء، وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، ولقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ويشترط لصحة شهادتهم عليه شروط: الأول أن يشهدوا عليه في مجلس واحد، الثاني أن يشهدوا عليه بزنا واحد أي في واقعة واحدة، الثالث أن يصفوا الزنا بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، لأن الزنا قد يعبر به عما لا يوجب الحد، فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة. الشرط الرابع أن يكونوا رجالا عدولا، فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق. الشرط الخامس أن لا يكون فيهم من به مانع من عمن أو زوجية. فإن اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف عليهم، لأنهم أصبحوا قذفة. والله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وثبوت الزنا بالبينة المذكورة أو الإقرار متفق عليه بين العلماء، وقد اختلفوا هل يثبت بأمر ثالث وهو الحبل، كما لو حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، فقال بعضهم: لا يثبت بذلك حد، لأنه يحتمل أنه من وطئ إكراه أو شبهة. وقال بعضهم: بل تحد بذلك إن لم تدعي شبهة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بالأصول الشرعية ومذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات الباردة لا يلتفت إليها. وقال ابن القيم: وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد، وهو مذهب مالك، وأصح الروايتين عن أحمد اعتمادا على القرينة الظاهرة. وكما يجب الحد بالزنا إذا توفرت شروط إقامته، كذلك يجب الحد باللواط، وهو فعل الفاحشة في الدبر، وهو جريمة خبيثة وشذوذ قبيح مخالف للفطر السليمة. قال الله تعالى في قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وتحريمه معلوم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
وقد وصف الله اللوطية بأنهم يمارسون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد في العالمين، فهم شذاذ في العالم، ووصفهم بأنهم عادون ومسرفون ومجرمون، وأحل بهم عقوبة لم ينزلها بغيرهم لقبح جريمتهم، حيث خسف بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من سجيل. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح الذي عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل إن كانا محصنين أو غير محصنين، سواء كانا محصنين أو غير محصنين. قال: ولم يختلف الصحابة في قتله، وبعضهم يرى أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة. وقال الموفق: ولأنه أي قتل اللوطي إجماع الصحابة، فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته. وقال ابن رجب: الصحيح قتله سواء كان محصنا أو غير محصن، لقوله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وعن أحمد: حده الرجم ذكرا كان أو ثيبا، وهو قول مالك وغيره، وأحد قولي الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود. وفي رواية: فارجم الأعلى والأسفل. ومن اللوطية إتيان الرجل زوجته في دبرها، قال الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فأتوهن من حيث أمركم الله يقول في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة رادعة، فإن استمر على فعل هذه الجريمة مع زوجته وجب عليها طلب مفارقته والابتعاد عنه، لأنه نذل سافل لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال. أيها الإخوة المستمعون، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.